السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القواعد القرآنية اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وتتكلم عن النعم والنقم واستجلابها وحفظها أو دفعها، قاعدة تقول أن الإنسان إذا بدل الطاعة بالمعصية والحسنة بالسيئة فإن الله سبحانه يبدل له من حاله الذي يحبه إلى حال لا يحبه. وظيفتك، عملك، استقرارك، صحتك، زوجتك، عيالك. وفي المقابل إذا بدل الإنسان المعصية بالطاعة والسيئة بالحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل له من حاله الذي يكرهه إلى حال يحبه. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فإذا عندك نعمة وتبغى تحافظ عليها لا تغير الطاعة إلى المعصية، لا تقصر. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده أوراد مثلا أو قرآن أو ذكر أو صلاة، حافظ عليها عشان ما يتغير عليك الوضع، لا يتغير عليك حالك. كذلك إذا كنت أنت شايف الدنيا ملخبطة عندك، حاول تغير للأفضل بينك وبين الله عشان الله يصلح لك أمورك. جاء في حديث قدسي ذكر ابن القيم رحمه الله يقول: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. آخر حاجة أختم فيها كذا عبارة جميلة بس يبغالها تركيز، راح أوضحها بس ركزوا معي، هي جميلة جدا. يقول لك: لا تغير عشان ما يغير، وغير عشان يغير. هي حل هذا الحين، لا راح أوضحها. معنى هذه العبارة باختصار: إذا كنت راضي عن مستواك المعيشي الاجتماعي، وظيفتك، صحتك، زوجتك، عيالك، أمورك طيبة وتبغى تحافظ عليها، لا تغير عشان ما يغير. لا تغير من الطاعة إلى المعصية، تغير مع الله عز وجل وتقصر مع الله عشان ما يغير من حالك اللي تحبه. وفي المقابل إذا شايف الأمور مقفلة قدامك وصعبة ويعني أمورك يعني ما هي مستقرة، غير عشان يغير، غير من حالك مع الله عز وجل، اكفي أكثر من الطاعة، أصلح من حالك مع الله أكثر عشان يغير. فلا تغير عشان ما يغير، وغير عشان يغير. السلام عليكم.